أطلقت المعارضة الإيرانية ومنها حركة مجاهدي خلق حملة احتجاجية استبقت فيها وصول روحاني إلى فرنسا قادما من إيطاليا. التظاهرات التي جابت شوارع العاصمة باريس تأتي لتعبر عن رفض الإيرانيين لاستقبال حسن روحاني باعتبار أن نظام إيران مستبد ولا يجب التعامل معه، واتهم المتظاهرون نظام روحاني بدعم الإرهاب والفكر المتطرف في كل من سوريا والعراق ولبنان. روحاني مجرم، الموت لروحاني، بهذه العبارات عبر مئات الإيرانيين في فرنسا عن رفضهم لسياسة روحاني الذين وصفوه بعهد الانتهاكات لحقوق الإنسان وتصعيد أعمال القمع ضد المطالبين بالعدالة. التظاهرات التي جابت شوارع العاصمة باريس تأتي لتعبر عن رفض الإيرانيين لاستقبال حسن روحاني في فرنسا باعتبار أن نظام إيران مستبد ولا يجب التعامل معه. أريد أن أقول أن جل الأموال تذهب إلى أيدي هؤلاء ليدعموا بها التطرف والإرهاب الذي يصدرونه إلى سوريا والعراق ولبنان. الاحتجاجات التي دعت إليها حركة مجاهدي خلق شارك فيها مئات الإيرانيين المعارضين لنظام روحاني ورفعوا لافتات تطالب الاتحاد الأوروبي بالضغط على روحاني لإخراج قواته وميليشياته من سوريا. كنا نتمنى ألا تستقبله السلطات الفرنسية، لكن روحاني هنا ونحن نتمنى بل نطالب بوضع شروط لبدء علاقات اقتصادية مع فرنسا. يجب وضع شروط لإطلاق سراح السجناء وإيقاف الإعدامات في حق المعارضين، وهم عشرات بحسب منظمة حقوق الإنسان. هنا محمد بخشم، الحدث.